هناك اسئله كثيره حقيقه، منها استغل وجودك معنا قصه الورده والنظاره، يعني هل هي بصمه يتعمدها الدكتور مبروك عطيه؟ لا ابدا، انا اتعمد الورده وايضا اتعمد النظاره، وهقول لك السبب على الهواء مباشره. ان تكون زرعا وورودا هذا دين الله، فانا احملها مشعرا اياك بان هذا الدين دين الجمال، واني مش ورايا مولوتوف. اما النظاره يا سيدي فاللي هيوريك الورده دي علشان يسعدك مستحيل يطلع عليك كده عشان يوريك عينه اللي ضيعها طبيب مهمل ويسيئك، ومن ثم اضطررت الى اخفائها حتى لا ترى في يدي شيئا يسرك وترى في وجهي شيئا يؤلمك.